حكيتوا معاه في المواضيع هذه في الملفات هذه بالذات شنو كده؟ احنا ما حكيناش مع الرئيس بعد 25 ما حاولتوش تتصل لا ولم نكن راغبين في الحديث معاه بعد 25 واحنا عندنا وجهه نظر معليش ما كنتوش راغبين لان اللي صار بعد 25 مش علاقه بين قيس سعيد وحركه الشعب اللي صار بين 25 هي علاقه بين قيس سعيد والشعب كله وكان عنده تأييد واحنا نحب انتم جزء من الشعب والحزب احنا بالنسبه لنا ما نحبوش رئيس الجمهوريه يختزل في حزب هو له ولد حركه الشعب ولا نحن حزب الرئيس لانه ما يقال بانه رئيس الجمهوريه هي اللي كانت رافضه اي تواصل او اتصال والله مع وقتش اي تكون رافضه وقتش تكون رافضه كي نوليو احنا اتصلنا وقلنا ما نقبلكمش احنا ما اتصلناش ما اتصلتوش هم يسمعوا فينا احنا ما اتصلناش ولم نحاول الاتصال فهمني ولكن احنا بالنسبه لنا نعتبروا انه المرحله الاولى انتهت دخلنا للمرحله الثانيه تو بعد ما اعلنوا على المبادئ البشفاه اللي انتم مساندينها مساندين التدابير الاستثنائيه تو يزم يدخل في الحوار ثم نرجع شويه للبيان راهو ثم زاد قوى سياسيه في تونس تحب الرئيس يعمل شنو تحب هي بيان التيار والجمهوري وافاق التكتل مثلا اصدقائنا في التيار شنو قالوا له خارطة الطريق اللي عملوها قالوا له راهو طبقنا الفصل 163 اللي هو بتاع القائمات اللي تجاوزت القانون ونهزوا المحكمه ونطيحوا الاحزاب هذيك ونرجعوا البرلمان. تو هذه نجم يكون كلام منطقي ولكنها طوباوي لان هذه مساله قضاء والتقاضي نجم يسد عام ويشد عامين وهي مجرد مساله شبهات ليست تهم معناتها ثابته وينجم القضاء يبرئ الناس هذوما يعني نحب نصلحوا بهذه الطريقه. انا سمعت حتى حديث غريب البعض خرج للرئيس قال يا سيد الرئيس ما هو المشيش استقال عيننا رئيس حكومه هكا رجعت لك انت الكره ونهزوه للبرلمان ونطيحوه باش نطيحوا البرلمان. هذا حديث غريب هذا من التيار قالوا لا ثم اطراف قالته ترجعوا شويه انا اسمع حتى من حركه النهضه ثم الناس قالت الكلام هذا اش معناتها نتحايلوا على رواحنا نتحايلوا على الشعب نتحايلوا على الدستور نتحايلوا على كذا. اليوم البلاد مقدمه على مرحله جديده